نفسنا لحد امتى؟ زهقنا منك، موت بقى وريحني. ده محمد. الو الو يا محمد. ايه يا بنتي؟ يلا حط الاكل وطمني على بابا عامل ايه. بابا بابا لا ده كويس خالص يا ست. انا دخلت من العماره اهو، دقيقه وهبقى عندك. لا يا محمد انا مش في البيت، ده انا رحت اجيب البنت من المدرسه. رحت تجيب البنت من المدرسه؟ يعني سايبه ابويا لوحده؟ الو الو انا مش سامع حاجه خالص. الو الو يا بنت. ايه ده؟ شبكه؟ شبكتين وحشه. يا بابا مالك يا بابا؟ نهار اسود. وبعدين ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا ماما؟ مقص؟ مين اللي عمل كده يا بابا؟ حاضر حاضر يا بابا. اصل باب معصلك مش راضي يفتح. بس يا ماما باب مفتوح اصلا. تصدقي عندك حق يا كندا. بقول لك ايه، بابا لو سالك ماما راحت تجيبك من المدرسه ولا لا قول له اه جات لي. حاضر يا ماما. طمنا عليك، عامل ايه دلوقتي يا بابا؟ لسه ما نمتش. انت زي بتخرج بسبعه الصبح. يا ساتر يا رب. وانا يا ست مش قلت لك 100 مره ما تسيبيش ابويا في البيت لوحده؟ جدو طب انا هعمل ايه؟ رحت اجيب كندا من المدرسه. طيب استني هنا بالحق. مين اللي عمل في ابويا كده؟ وانا اعرفني، انا كنت بجيب البنت من المدرسه. عندك كندا اسالها اهي، قولي يا بنت يا كندا لابوك. يا بابا ممكن تجيبي من المدرسه. طب بقول لك ايه، انا هدخل اجهز الاكل، عايز حاجه؟ لا شكرا يا ست مش عايز حاجه. اللي جاب التليفون ده هنا؟ ايه ده؟ يا لهوي ده انا نسيت اخد التليفون معايا وانا نازله. استني هنا، هو ايه اللي جاب تليفون ابويا هنا يا هانم؟ هو انا مش بكلمك منه وقلت لي بجيب البنت من المدرسه؟